السلام عليكم شباب، واليوم رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا هذا الفيديو راح نحكي بيه همين شوي نصائح لطلاب اللي هسه صاروا سادس، اللي هم كانوا خامس وصاروا سادس، اللي هم دفعه 2021. طبعا بالبدايه شباب، الفيديوهات التحفيزيه مفعولها مؤقت، يعني هسه انا قد ما احفزك، قد ما احكي وياك، قد ما اقول لك، راح تتحفز بهاي اللحظه، راح تقوم تلزم الكتاب وهاي، لكن يوم يومين وترجع نفس الشيء. فلذلك انا دائما اقول التحفيز من الطالب نفسه، هو يحفز نفسه، هذا افضل شيء، ما راح يروح. انت حفز نفسك، انت خلي لك في الطريقه، يعني اكتب مثلا اسم الكليه اللي تحبها، خليها مثلا قدامك، مثلا انت عاجبتك مثلا كليه الصيدله، دائما تذكر الكليه هاي اللي تريدها انت، حلمك، خليه قبالك. فمن راح تتذكر راح ترجع بواسك وراح ترجع شد حيلك. فبس مقدمه بالبدايه على شغله الواس والتحفيز. فانتوا هواي تشوفون فيديوهات باليوتيوب وهواي يحكون على موضوع التحفيز ويحفزك، واي راح تتحفز، انا اقول لك راح تتحفز وراح تجيك طاقه مو طبيعيه، لكن مؤقته، لانه هذا الحكي للسمعه من عندي او من غيري. هو يعني شلون اقول لك، يعني انت الوحيد اللي تعرف نفسك، يعني انا قد ما احكي وياك ما راح اعرف اللي بداخلك شنو. فانت الوحيد اللي تقدر تحفز نفسك وتخلي، يعني تخلي قابليتك للدراسه مستمره. يعني مثلا خلص واسك هسه، لا ترجع تحفز روحك مره اخرى وهكذا. فهاي على شغله الفيديوهات التحفيزيه. نجي على موضوعنا لليوم اللي هو شلون نطلع معدل عالي بالسادس. شوف خليني اقول لك شغله، بالسادس سهوله جدا انه انت تطلع معدل 90، من 90 95، يعني 91 93، سهله هاي مو صعبه، اذا تقرا وشد حيلك سهله. الصعوبه وين؟ الصعوبه بال 95، 95 وفوق، اوكي هنا الصعوبه. الطلاب اللي يريدون مجموعه طبيه يريدون 95 فوق، يعني ما تفيد 90 مثل الثمانينات، يعني صارت عندنا بالعراق، اذا جبت 90 ينقبل هندسه حال ابو 80. فال 95 فوق هي اللي تخليه ينقبل بالكليات الطبيه. شلون يجيب ال 95 فوق؟ خلينا نسولف عليها. اول شغله يا شباب، ال 95 وفوق، معدل 95 فوق يحتاج لتضبط المواد كلها، يعني ما تستخف بماده عن ماده، او ما تقلل من ماده عن الاخرى، لان يعني كل من 100، يعني الرياضيات نفس الاسلاميه، نفس الكيمياء والفيزياء، نفس وحده نفس الشيء، كل من 100. تفهمني شلون؟ اذا فرع عندك غلط، صار عندك مثلا بالاسلاميه خلل، راح المعدل، انتهى المعدل راح. فلذلك يا شباب لازم كل المواد انت تضبطها. تفهمني شلون؟ فأول شغلة تخلي ببالك انه انت تنطي أهمية لكل المواد بشكل متساوي، ماكو هذا اقرأ هذا ما اقرأ، لا كلها انت بتضبطها. اوكي، شلون اطلع يعني معدل عالي بالسادس، معدل 99 او 98؟ شنو اللي طلع معدل قابل عقله، يعني يختلف عن عقلي؟ مو انا اسال هالسؤال نفسك، انه هذا اللي طلعوا طبيه هذول شنو قابل؟ لا شوف خليني اقول لك شغله، مواد ما السادس ترى سهله، بس شنو الشغله اللي يخلي هذا يطلع معدل وانت لا؟ اللي طلعوا معدلات عاليه يا شباب، هنقول 99 98، هذول سووا ضبطوا الكتابه من الجلاد للجلاد، حرف حرف، ما فوتوا لهم هيك شيء بسيط، وقروا يعني هيك تمكنوا من الماده بشكل مو طبيعي، بحيث قاموا وصلوا مرحله انه يدرسوها. فهذا بعد ياخذ 100، يعني شيء يجي سؤال راح يحله. فهي الفكره يا شباب انه انت تضبط الماده ضبطه مو طبيعيه، ضبطه مو طبيعيه، تقراها قرايه بتركيز بحيث ما تفوت لك تعليل، ما تفوت لك تعريف. تفهمني شلون؟ هاي بالنسبه شلون يعني تضبط المواد. الاسئله الوزاريه ضبطوها حتى يقرون خارجي، طبعا الخارجي لا تقرون خارجي اصعب من المنهج مالتك، لا اقرا خارجي من نفس الفكره اللي موجوده عندك بالكتاب، طبعا حاره شباب كلش كلش حاره، قوه دا اصور لكم، كهرباء ماكو قليل، يعني ماكو تجي لها ساعه ساعتين وتنقطع. اريد اصور لكم تكامل اكمل لكم اياه، لان انا تاخرت عليكم، بس شو اسوي؟ ما يعني تخيلوا انا ما اقدر اشرح، ما اقدر اوصل الفكره من وراء الحر، حر مو طبيعي. اي فيا شباب انه انت لازم تقرا الماده من البدايه للنهايه، لا تعتمد على المرشحات ولا مراجع مركزه ولا هذني. الادب والاحياء اقراها بالكتاب، اوكي، المواد اللي بهن درخيات، كيمياء وفيزياء لا تحتاج بهن ملزمه، اوكي، لكن الدرخيات اقراها بالكتاب واشر على الكتاب، يعني بالادب انا شو اسوي؟ اشر الاسئله على الكتاب حتى ارتاح نفسيا، ما اظل اقول هاي الملزمه خاف بها نقص، انا دا اقرا على الكتاب، ما خسران شيء. هاي بالنسبه بالاسلامي انا غلطت غلطه يا شباب لا توقعون بها، قريت ملزمه احدى المدرسين ما اذكر اسمه، وبسبب هذا المدرس حاط سؤال، السؤال حاط جوابه ناقص، حاط جوابه سطر وجوابه سبع نقاط بالكتاب، اجى بالوزاري
أنا حطيت الجواب أبو السطر ونص داخل كما هو بالملزمة، نقصون 7 درجات كلك مثل الورد، راحت علي 7 درجات ومو بسببي، بسبب هذا الأستاذ أبو الملزمة اللي هو حاط هذا السؤال. لكن من يرجع لي حقي بعد؟ راحت 7 درجات، راحت علي على المجموع يعني درجة على المعدل، وتتخيل أنا اشتريت معدل. مع ذلك فما لكم توقعون بغلطي أنا اللي وقعت بيه، أنه لا تقرأ على الملزمة بالإسلامي، لا أقرأها بالكتاب. بس شنو؟ طلع الملزمة وخذ من عندها الأسئلة وحطها بالكتاب. أوكي؟ بالنهاية يا شباب أتمنى لكم كل التوفيق. أرجع وأكرر، اللي طلع معدل هو مثلك، لا عنده غير عقل ولا شيء، بس مجرد ضبط المادة من بداية للنهاية، خطط لنفسه. ومواد السادس سهلة شباب، راح تشوفون أنتوا، أنا ما راح أظل أقول سهلة سهلة، لا راح تشوفون، لكن هي بس الشغلة الضغط النفسي والحالة النفسية اللي تصير عندك خلال السادس. أوكي شباب، أنا موجود وياكم إن شاء الله لأي استفسار. هذا حسابي على الانستغرام، اوكي، وهذا هنا راح يطلع لكم قناه التليجرام مالتي. فشباب تحتاجون شيء، تحتاجون سؤال، اكتبوا لي، انا راح اجاوبكم وما عندي اي تردد بالاجابه ان شاء الله، ومتوفر وياكم. واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والمعدلات العاليه. الاستاذ محمد مهدي، تحياتي لكم.